والتي تجاوزت المليار ديال الدرهم اي في الدوله، سنعيد اليوم اعاده دراسه مشروع الميزانيه بعد تقليص التقديرات المرتبطه بامدادات الدوله. انا ديك التقديرات ما عرفتش حتى ما تسمعها اللي كتكتبش ما كاينش مفتش عليها تصح. الامدادات ديال الدوله مجموعه ديال الخصوم ما كايناش ميزانيه ما عارفينهاش. والتي تجاوز من الدرهم سنعيد اليوم اعاده دراسه مشروع الميزانيه بعد تقليص التقديرات المرتبطه بالدوله لتصل المذاقيق الى 952 مليون ديال الدرهم. وهذا هو اللي شادو التقريب بان في الجلسه الاولى كان نقاش واش غادي نوصلوا لديك مليار ديال الدرهم و50 مليون ديال الدرهم، واش غادي نوصلوا ليها؟ بمعنى نقصها على 10 مليار ديال السنتيم. وبالتالي شكون اللي نقصها؟ والمكتب اللي حلها واللجنه اكدت، هذا هو اللي كنقول النقاش السياسي اللي خصو يكون. ملي تبين للجنه بانه ديك المقادير غير ممكن التنفيذ ديالها، الا اللجنه تمسك بالراي ديالها وترد المكتب. لا اللجنه قال لك لا اذا نجيب الاراء اذا نحسبوا في الراي اللي شاف 10 مليار ديال الدرهم و50 مليون ديال الدرهم، صدقوا على هذا الراي هذا، وبناوا الميزانيه على هذه الاساسات. من بعد مشات علم الله انا ما عرفتش شكون اللي رد، حيت الرئيس هو اللي سايق في المكتب الاول. من بعد المره الثانيه شكون اللي رد وعلاش رد؟ قال لك لا ديك 10 مليار التقديرات ديال النمو كبيره بزاف، 20 مليار ما غادي نكونوش حقها الا نكتفيو غير واحد 9 ولا 8 كما انا اعتقد انه يمكن ينتقدوا حق اي واحد ينتقد، ولكن باش نلخصوا العمل ديالو واحد المجموعه ديال الاخوان الاخوات اللي عندهم التراكم اللي عندهم التجربه واللي عندهم جو نقولوا راه ما عملتوا والو داك الشيء هكا. لا اعتقد مواضيع مهمه تم التدرب ديالها، راه شرت انا في التقرير ديال التقرير كنتذكروا على الملخص، ما كنخرجش في التفاصيل ديال التفاصيل، ملخص شرت بانه توصيات كل لجنه كانوا من بعد كنلقوا بانه سير رئيس المكتب المسير لبى التوصيات ديال اللجنه ديال الماليه، واش تقول لنا اكثر من هادشي؟ المسائل تاع تهم العالم قراوي 460 مليون ديال الدراهم، ما نهضروش 40 مليون سنتيم 30 سنتيم، ما نهضروش الارقام اللي كاينه، ما نجبدوش داكشي اللي بغينا، ب 460 مليون درهم تعطى للماء. حنا في حنا محتاجين هاد المبالغ، الجهه ساهمت بايجابيه 46 مليار ديال السنتيم. لما قيل بانه استقال 5 مليون درهم ما قراوش شنو الميزانيه، وراه طلعنا من 5 ل 10 مليون ديال اسمح لي سيدي، حنا داخل المكتب الجهوي لدرجة الإخبار المسلمة كنشتغلوا كنواب ديال الرئيس وفق اختصاصات وفق صلاحيات ممنوحة لنا من طرف السيد رئيس المجلس وفق القانون التنظيمي اللي كينظم عملية ديال المجلس. حنايا نائب الأول ديال الرئيس ما كيمارسش المسؤوليه على الرئيس كما كانت مجموعه ديال التجارب. حنا انا نائب الاول ديال الرئيس من جهه طاجه القوات المسلمه في الاول، ملي وزعنا المهام والصلاحيات بيناتنا اخترت من تلقاء نفسي انه نكون مسؤول على المجال الثقافي والتنميه والمستدامه، والاخوات والاخوان كيعرفوا جيدا العمل اللي قمت به في هذا المجال. وانا ما كيهمنيش داك الشيء اللي خاص المجال الله ولي الله، ما كنشوفوش كيفاش، ما كنشوفوش في التلفزيون او ما عارفين كتهمنيش الادوار. انا اللي كيهمني حاسبني اشنو عملت في المجال ديال الثقافه وفي المجال ديال التنميه المستدامه، والاخوه الاطر ديال مجلس الجهه راه عارفين مزيان، وحنا انا معاهم في اجتماعات تقريبا يوميه غير في الصباح او السرابيع، وحنايا كنتناقشوا في الموضوع ديال شي موضوع كيهم التنميه المستدامه اللي غيكون موضوع ديال اجتماع يوم الاربعاء المقبل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.